مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا. حينما أطل الرئيس المصري السابق حسني مبارك من سريره ووراء القضبان، ذهل المصريون وسائر المتابعين في العالم العربي، واختلطت مشاعرهم بين فرح وتشف وشفقة وتعاطف. لكن هناك من يقول أن ذهول التونسيين كان أكبر، وهم لم يشهدوا لحظة مشابهة لرئيسهم المخلوع هرم بعضهم من أجلها. في تونس التي بادرت بتدشين الربيع العربي وزمن الثورات، كان الشعور مختلفا بالتأكيد، مزيجا من الفرح لأشقائهم والحسرة على هروب رئيسهم السابق أو المخلوع. شعور تضاعف في الأيام الأخيرة، وقد توالى الإفراج عن بعض أركان النظام السابق ومغادرة بعضهم للبلاد بشكل قانوني. ملفات فتحت لكن بعضها أغلق بسرعة، تضاهي سرعة محاكمة بن علي غيابيا، وهو ما يطرح في تونس اليوم عديد الأسئلة حول استقلال القضاء وحتى التشكيك في نزاهة العدالة الانتقالية برمتها وتفعيل المحاسبة الحقيقية للعبور إلى المصالحة. غموض جعل التونسيين يتندرون بإمكانية عودة بن علي والإفراج عنه أيضا كما أركان نظامه، وبمطالبة مبارك بأن يحاكم في تونس. هذه هي الأسئلة وغيرها من المآخذ نتناولها في حلقة اليوم عن مسار العدالة الانتقالية في تونس. يشاركنا في مناقشة موضوع اليوم من الاستوديو المحامي أمجد سلفيتي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وعبر الأقمار الاصطناعية من تونس المحامي ناصر العويني الناشط الحقوقي التونسي، ومن تونس أيضا معنا عباد الكافي محامي الدفاع عن علي السرياتي مدير أمن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأخيرا معنا من القاهرة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. ننوه فقط إلى أننا حاولنا استضافة ممثل عن وزارة العدل التونسية وتعذر ذلك. وقبل أن نبدأ الحوار، نستعرض كيف تابعت عينة من التونسيين محاكمة مبارك، وهي الحدث الذي جرى التونسيين مؤخرا إلى عقد مقارنات بين سير القضاء في تونس وفي مصر بعد الثورة، وخصوصا ما اتصل منه بمحاكمة رموز النظام السابق. شوف اللي فما يعني عداله في مصر، ان شاء الله تكون في تونس كيف في مصر، يجيبوا الرئيس ويحاكموه كيف حاكم حسني مبارك. اول مره تصير في العالم معناتها رئيس يتحاكم، ان شاء الله عقبه الرئيس هكايا، نتمنى هدايا، وكل من يعمل يلقى معناتها يسهل، معناتها عنده الحق، ظلم برشا عباد، قلال برشا ارواح، فهمتني؟ واحنا باللغه الدارجه نقولوا قاتل الروح وين تروح، وربي سبحانه يمهل ولا يهمل، معناتها جاهم نهار بعدك الطغي اللي كانوا فيه وقت الظلم اللي كانوا فيه، جاهم نهار وخذوا معناتها حق، ان شاء الله نتمنى ياخذ حقه الحقيقه. كل هذه التبعات انا انكرها كامله. فعلا السنة يعني حس ربي قاعد يخلص بخير، معناتها في الحاضر، معناتها انسان كان في القمه يعني يكون درس لبرشا ناس، اللي احنا نراوها توا معناتها شاد كرسي يعبر معناتها في غناء على العباد، بالعكس في كيما هكا على الاقل برشا عباد فيه ترجع للواقع نتاعها. يجيو قالوا فيه يعني بارابور تونس، هم عملوا حاجه يعني خير منا في الوقت، احنا خاطر تو الى حد الان فما حد شيء واضح، يعني هم عملوا حاجه كبيره ينجموا يعني ينيروا الراي العام تاعهم هما، اما احنا بوغ لو مومون مازال فما حد شيء. انا اعتقد في نفس المحاكمه الشاقه بالما الحسن مبارك ولا رئيس المخلوع بن علي، لأن نفس الأسباب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. نبدأ نقاشنا هذا من تونس. أبدأ معك يا أستاذ ناصر العويني، لعل المقارنة في هذا السياق تفرض نفسها في الحقيقة ما بين محاكمة رأس النظام وأركانه في تونس ومصر، كيف بدت لك الصورة أنت؟ الصورة قاتمة وسوداء في تونس، ذلك أنه في يوم محاكمة الدكتاتور المصري حسني مبارك، وأيا كانت المؤاخذات يعني الإجرائية والقانونية على هذه المحاكمة، إلا أنه كانت محاكمة شعبية وعلنية، في نفس هذا اليوم أطلق سراح في تونس، أطلق سراح أحد أركان النظام السابق، وزير العدل السابق، صانع قضاء التعليمات وراعي الفساد داخل المنظومة القضائية التونسية،
والمتورط في العديد من الجرائم والمسؤول على العديد من الجرائم باعتباره وزير العدل السابق. يعني كان في حالة من الإحباط الكبير سبقت بالسماح لإحدى الشخصيات وهي امرأة تسمى السيدة العقبي، سمح لها بمغادرة التراب التونسي بدون أي تتبع رغم وجود عدة ملفات وتهم مدعمة ضدها في المحكمة. سبق كذلك برفع التجميد على أموال بعض أسهار بن علي وبنات بن علي ممن تمعشوا بشكل غير شرعي وغير قانوني من المال العام واستثروا اعتمادا على وجود بن علي في السلطة. سبق كذلك برفع التجميد على بعض على أموال بعض أركان النظام السابق السيد زهير مظفر وهو منظر التحويرات الدستورية ومنظر رئاسة بن علي مدى الحياة. في ظل هذا الفضاء وفي ظل هذا الإطار كانت حالة من الإحباط الكبير، والرسالة الوحيدة التي وصلت إلى التونسيين يوم الخامس يوم محاكمة حسني مبارك هو أن الحكومة التونسية لها وجهة واضحة في عدم فتح ملفات الفساد، ولو كان بن علي هنا لما تجرأت على محاكمته ولا حتى على اعتقاله. على كل هم هناك من بينهم من أدين وهناك من لا يزال متهما ولم يدن بعد. على كل المقارنة نبقى مع تونس معك أستاذ عبادة الكافي، لعل من حيث الشكل هناك فوارق في الحقيقة بين المحاكمة الغيابية للرئيس والمحاكمة الحضورية. هذا الاختلاف هل هو الاختلاف شكلي فقط أم أن حالة الإحباط التي تحدث عنها ناصر العويني منذ حين هي حقيقة ويستشعرها كل التونسيين في الحقيقة؟ نحب نلاحظ لكم أني ما عنديش الصورة وما عنديش الصوت في قدامي في الاستوديو، لكن مش نجاوبك لأنه الصوت نسمع فيك واصل الصوت جيداً. على الأقل السؤال وصل، الصوت واصل على الأقل، أما المونيتور اللي قدامي ما فيهش صورة واضح، أنا مانيش نتبع فيكم بالصورة، نتبع سنحاول فيكم استدراك فقط. ذلك ناصر أهلا وسهلا. أنا نحب نقول وأني معناها أتفق وأتفق تماما مع كلام زميلي ناصر، لكن مع بعض الاختلاف، نوع من الاختلاف، وهو يتمثل في من يدين ومن يبرأ. إذا اتفقنا على هذا ممكن أن نسير إلى الأمام. قبل أن نخوض في تفاصيل الخصوصية خصوصية المحاكمات في تونس، قراءة سريعة أو لو عقدنا هذه المقارنة التي يفرضها السياق في الحقيقة، هذه اللحظة الفارقة كيف تقرأها أنت، محاكمة رأسي نظام سابق؟ هذه فترة تاريخية يمر بها العالم العربي بصفة عامة، تونس ومصر أحدث شيئا جديدا في العلاقة بين الشعب والقائد. القائد اليوم أصبح يؤاخذ ويحاسب ويعاقب. الطارئ الجديد في هذه العلاقة ما كانش يتصوروا الجيل متاعي أنا، ما كنتش نتصور أن يوم من الأيام سأصل إلى حضور جلسة يؤاخذ فيها رئيس حكم البلاد مدة 23 سنة، أو أتفرج على الأقل في التلفاز في محاكمة حسني مبارك. هذا حدث عظيم في العالم العربي. لكن أيضا بالعودة إلى الموضوع التونسي، هناك ما يقال أن الملفات فتحت على عجل وأغلقت على عجل، يعني محاكمة رئيس حكم أكثر من 20 سنة تتم في ساعات قليلة منذ أول جلسة تصدر أحكام. كيف تقرأ أنت المسار القضائي الذي يراه البعض مستعجلا في الحقيقة؟ أنا لا أراه مستعجلا، أرى أن الإجراءات التونسية السيئة التعيسة هي التي اقتضت ذلك، وسوء فهم الإجراءات، مش الإجراءات في حد ذاتها، لأن الإجراءات في حد ذاتها تسمح بمحاكمة الغائب. 141 إجراءات تونسي فهم وتم فهمه من طرف القضاء التونسي من مدة طويلة على أن المحامي يحضر بالجلسة دون أن يترافع، وبالتالي إذا لم يترافع المحامي المحاكمة تنتهي عند المنادات على المتهم، لا يقع طرح الأحداث ومناقشتها من طرف القائم بالحق الشخصي ومن طرف المتضرر ومن طرف الضحية من طرف محامي الضحية من طرف محامي المتهم. المحاكمة تنتهي بمجرد قراءة قرار الاتهام ومعاينة أن المتهم غائب عن الجلسة،
وهذا غلط فادح قانوني لا نظير له. لذا ما نعتقدش وأن المحاكمة هذه حسب المفهوم الموجود اليوم للإجراءات في تونس وهو كما قلت مفهوم خاطئ، هذه محاكمة تمت حسب الإجراءات القانونية التونسية. تو نعود للموضوع هذا، هل ترى تتم المحاكمة تبقى الإجراءات على كل الإجراءات؟ هناك من يرى أستاذ عبادة، هناك من يرى أن هذا التسريع الغاية منه في الحقيقة تمييع منطقة المحاسبة وأيضا امتصاص غضب الشارع الذي طالب بهذه المحاكمة بغض النظر عن مراعاتها للأشكال أو الحدود الشكلية القانونية في القواعد وما شابه التي أتيت عليها منذ حين. دكتور أيمن في القاهرة، أود أن أسألك أيضا عن عقد أو إمكانية عقد مقارنة سريعة تستوجبها هذه اللحظة الملتبسة والفارقة في الحقيقة، محاكمة رأسي نظام سابق أحدهما حضوريا والآخر غيابيا، ماذا يمكن أن تضيف للمسارات السياسية التي نحن مقبلون عليها بعد هذه الحراك وهذه الثورات في العالم العربي؟ نعم، الواقع الأمر أن محاكمة الغيابية للرئيس السابق بن علي في تونس والمحاكمة العلنية القضائية وليس كما تفضل زميلي من تونس لم تكن محاكمة مبارك محاكمة شعبية خارج أروقة القضاء والمحاكمات، ولكنها كانت محاكمات قضائية. أيا ما كان، المحاكمة في مصر لمبارك والمحاكمة في تونس لبن علي تجسد فكرة وقيمة من قيم الديمقراطية لطالما غابت وانعدمت في السياق العربي بأسره، حتى ولو كانت غيابيا في تونس. حتى الحكومة التونسية طلبت من المملكة العربية السعودية تسليم اللاجئ التونسي بمقتضى التشريعات السعودية بن علي إلى تونس، ولكن تم تجاهل الطلب القضائي القانوني الصادر من السلطات التونسية، ومن ثم لا مناص ولا بد من أن تقوم الجمهورية التونسية والقضاء التونسي بإنفاذ التشريعات الوطنية التونسية والتي تسمح بالمحاكمة الغيابية قانونا لا محاكمات غيابيا، ولا بد أن يكون المتهم ماثل حضوريا بشخصه وبهيئة دفاعي أمام عدالة المحاكمة. ولكن طالما استحال الأمر لا بد أن نطيب خاطر ونداوي ونشفي غليل المجتمع ونعقد هذه المحاكمة بشكل استثنائي وهو الشكل الغيابي وإن كان منصوص عليه في التشريعات الجنائية. لكن القضاء دكتور أيمن ليس دوما من باب تطيب الخواطر أو جبر الضرر أو نزولا عن ضغط الشارع، القضاء أساسه أن يكون مستقلا ويعتمد نصوصا واضحة في الحقيقة. سنعود إلى هذه النقطة في العلاقة مع العربية السعودية وإمكانية استجلاب الرئيس التونسي المخلوع. أسأل أستاذ أمجد في الأستوديو هنا أيضا، أنت كقانوني وخبير قانوني وناشط حقوقي أيضا، موضوع حضوريا أو غيابيا هل يغير من واقع الحال شيئا أم أن العبرة بأن تحدث هذه المحاكمات التي كما قال أستاذ عبادة من تونس جيل كامل وهو من جيلك تقريبا لم يكن ليتوقعها في السابق؟ يعني هي ليست المسألة استعراض مسرحي، بلا شك هي أسبقية مثمنة أن يحاكم أو يقدم للمحاكمة زعيم عربي لأسباب واضحة. في السابق كانت هناك يعني محاكم ميدانية أو ثورية تعدم مباشرة دون إعطاء الفرصة، الآن هناك تطور ونتمنى أن يستمر، لكن يجب أن لا تكون الصورة سطحية. هناك مشاكل بالمحاكم المحكمة القضائية في مصر، وهناك أيضا مشاكل في المحاكم الغيابية في تونس، مشاكل إجرائية، مشاكل في النصوص. إذا أردنا أن نتناول موضوع تونس بالأساس، غياب المتهم ليست مسألة جدا مهمة، لأن التقليد القانوني هو فور حضور الرئيس المخلوع ستوجه له تهم بمطار أو بميناء دخول إلى جمهورية تونس ويعاد محاكمته، لأنه بالأساس لا يجوز إدانة أي شخص بشكل يكون فيها غائب عن المحكمة، خصوصا أنه دفاعه حتى المحامي اللبناني لم يتسنى له دخول تونس بكل بكل تأكيد. حتى وجود المحامي بحد ذاته ليست يعني لا تشفي هذه المشكلة، هذه من ناحية. لكن المشكلتين في مصر وفي تونس، هي في تونس أولا الحكومة انتقالية، ثانيا القضاء الذي يحاكم هو قضاء موروث من أنظمة أصلا ديكتاتورية، والقضاء كما تعلم كان مهمش،
يعني قضاء نظام بن علي لا يمكن أن يحاكم بن علي؟ وهو مش لا يمكن، أنا برأيي غير معقول أن نتوقع أن تقوم هذه الجهة القضائية بالقيام بمهامها بشكل سليم وشفاف وصحيح دون تأهيل هذا القضاء مرة أخرى. عفوا، حسب العمل الزمني ربما يضغط أستاذ أمجد هنا، ولقائل أن يقول هل نأتي بقضاة من كوكب آخر، ماذا نفعل؟ يعني لا يجوز أن يعني تستعجل بالعدالة، العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وهذا ما يراد بهذا القول، العدالة يجب أن تأخذ مجراها، ليس هناك أي سرعة. يعني زين العابدين بن علي محاكمته ليست محاكمة فعلية، إن كان موجود على الأراضي التونسية فهي تكون فعلية، لكن وجوده بالسعودية بالمملكة السعودية تجعل من هذا المسألة مسألة رمزية، ولكن ليس هناك عجلة بالحالة التونسية. أيضا الحال في مصر، مصر مشكلتها أكبر أيضا، السرعة ليست لصالح الشعب المصري في مصر وميدان التحرير، ولولا ذلك يقول بعض المراقبين لم يكن ليتم التسريع بهذه المحاكمة. لا، هو كان ولا زال يجب أن يحاكم حسني مبارك، تسريع المحاكمة هو أمر سياسي لا أكثر ولا أقل، لكن أنا أقول العدالة يجب أن يعني تمرر في زمن سليم. ما زال المجلس العسكري في مصر يحكم، ليست هناك حكومة مدنية، وليس هناك مجتمع مدني، وليست هناك حكومة منتخبة. نعم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، القضاء في تونس وفي مصر هو القضاء الموروث، والقضاء الموروث كان قضاء ديوان وقضاء بلاط، وكان يعمل لمصلحة النظام. هذه النقطة أود أن أسأل عنها الأستاذ ناصر. أستاذ ناصر من تونس، قضاء نظام بن علي هل يمكن أن يحاكم بن علي؟ ماذا نفعل؟ هل نعيد تشكيل كل المشهد القضائي في تونس؟ لا، المشكلة أعمق من أنه هل يمكن أو لا يمكن. كيف ذلك؟ المشكلة هو أننا تجاه منظومة قضائية قابلة للاستعمال سياسيا. هذا يسمى في العلوم القانونية بالسياسة الاستعمالية للقضاء، بحيث أننا حتى بصدد محاكمة بن علي فإنه يعني تشكل مسرحيات لتحقيق مكاسب سياسية آنية لفئات هذه الحكومة. يعني لو فهمتك جيدا بعبارة أوضح سيد ناس، القضاء مسيس في تونس؟ القضاء مسيطر عليه، ليس مسيس. القضاء يعني يحكم من طرف الحكومة. من يسيطر ويحكم عليه؟ بقرار سياسي الحكومة الحالية ومن يقف وراءها. هذا القضاء غير مستقل، هذا قضاء صنعه بن علي على قياسه وفي إطار صناعة أو في إطار حماية الفساد وحماية الجرائم الكبرى ومعاقبة المناوئين وتتبع المعارضين. القضاء، المنظومة القضائية الموجودة راهنا فنيا وعقائديا وقانونيا غير مؤهلة لتتبع من صنعها. لكن وزارة العدل أو وزير العدل تغير، المجلس الأعلى للقضاء أيضا وجمعية القضاة بدأت تنشط أكثر. لا، بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء وحسب الجمعية التونسية للقضاة، المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة غير دستورية معطلة، وقد عينه بن علي. لم يقع انتخاب، جمعية القضاة تنادي بانتخاب مجلس أعلى للقضاء، لكن سيصبح منتخبا. نعم، يبد من هيئة منتخبة هي التي تشرف على تسيير القضاء. القضاء الآن بيد وزارة العدل، وتتحكم فيه وزارة العدل التي هي جزء من الحكومة الراهنة من السلطة التنفيذية، ولا يلعب أي دور. يعني حتى في حركة المقلة الأخيرة بتاريخ 31 جويلية والتي رفضتها جمعية القضاة التونسيين، تم تثبيت رموز الفساد داخل القضاء بمنطوق جمعية القضاة التونسيين. تم ترقيق القضاة الذين ساهموا في ارتكاب جرائم والتغطية على جرائم من طرف نظام بن علي سابقا. كيف إذن أستاذ ناصر، كيف نطرق أبواب هذا القضاء الذي لا نثق فيه وهو قد يكون الملجأ الوحيد والأخير لنا؟ دعني أسأل في هذه ليس النقطة. ليس الملجأ الوحيد. نحن نعم أستاذ عبادر. نعم. ربما قد لا يعني قد تفضل نقطة سريعة وأمضي. نعم، نحن طلبنا كمجموعة من المحامين، مجموعة 25، طلبنا بمجمع قضائي متخصص في تتبع جرائم النظام السابق والمخالفات والتجاوزات للنظام السابق، وقدمنا مشروع في هذا الصدد إلى الحكومة، إلا أن الحكومة لم تجبنا على هذا المشروع. نعم سيدة عبادة من تونس، هل الصورة سوداء إلى هذا الحد للقضاء التونسي بعد الثورة؟ والله هذا رأي سي ناصر، ربما وافقه في البعض
وأختلف معه في البعض. المشكل المطروح اليوم هو أن الثورات عندما تقوم في بعض الحالات لتكسير كل ما هو قديم وبناء الجديد. هذا خيار. ثم خيار آخر هو أن تبني وتصلح ما يمكن إصلاحه، لكن القطيعة لازمة حين تحدث الثورات. القطع مع ما كنا أنا, 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 أنا قلت وأن الثورات عندما تقوم تكسر كل ما سبقها لتبني من جديد. إذا كان مش نكسر المنظومة القضائية الكل ومش نعمل منظومة قضائية جديدة، مش نوليه نستناه حتى تتكون هالمنظومة القضائية الجديدة لتحاكم بن علي ورؤوس النظام نتاعه. اليوم المطروح الضغط نتاع الشارع المطروح اليوم هو تقديم الوجوه تاع النظام هذايا والأزلان تاع بن علي، تقديمها للمحاكمة. ما هو الخيار؟ هل نحاكمهم بالمنظومة القضائية القديمة أم ننتظر تكوين منظومة قضائية جديدة ونحاكمهم بها؟ هل يقع الاستجابة للطلبات والضغط متاع الشارع بالمحاكمة والإسراع بالمحاكمة، أم هل يجب كما قال زميلي في مصر أو بحذاكم بالأستوديو، هل يجب التأني؟ العدالة ما هوش الانتقام، نعم. العدالة هو المحاكمة. نحاول باش نحاكم هالناس هذوما ونحاول باش نعطيهم حقوقهم اللي تتمثل أساسا في حق الدفاع في ظروف نحاولوا باش تكون أحسن ظروف، وإلا نختاروا مسار ثاني وقولوا محاكمة شعبية. اللي ما قلتهاش قبل، أنا زميلي في مصر قال سي عبادة قال محاكمة شعبية، أنا ما قلتهاش، قلت تول محاكمة شعبية، لكن خيار. هذا الثورة الفرنسية لما قامت ما كلفتش النظام القضائي بمحاكمة النظام اللي قبلها، حكمته محاكمة شعبية. نعم. إذا كان نختاروا هذا مش نختاروه بالمساوئ متاعه وبالمزايا متاعه، وإذا كان نختاروا النظام القضائي المنظومة القضائية هي اللي باش تحاكم الناس هذوما، يلزم نعطيوها الوقت أولا ونعطيوها الضمانات ثانيا. نعم. الضغط اللي كان يمارس على القضاء من طرف السلطة، نعم، في الوقت السابق باش يولي الضغط يمارس من طرف الرأي العام ومن طرف الشعب ومن طرف الشارع. نعم. والقضاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقضي تحت الضغط. أثرت نقطة مهمة أستاذ عبادة. أستاذ أمجد أسألك، ما بين المنظومة القضائية التي قد تحتاج إلى وقت في الحقيقة وما بين ضغط الشارع الذي يريد أن ينجز ثورته بشكل مكتمل ربما لعل المحاسبة أولى أو أول أبوابها، أين نقف؟ لا، كما تعلم أخي مكي، بداية الإجراءات القانونية لا تعني المحاكمة النهائية، لا تعني المحاكمة التي نرى فيها المرافعات ونرى فيها الدفوعات وإلى آخره. أنا مع الأخ ناصر، هناك حاجة للتأني باستخدام الآلية الصحيحة، ليست هي خيار بين قضاء قديم وقضاء جديد. القضاء القديم أصلا لا يناسب قضاء الثورة الفرنسية، القضاء الميداني الشعبي نعم. أيضا لهم فلتات أيضا ليس لامت بصلة بهذا الزمن، لكن تونس لا تفتقد لرجالات أكاديميين لقضائيين لمحاميين. ليس بالضرورة التدرب على إجراءات القضائية، يمكن أن يكون قاضي واحد ولجنة معه تجلس هي تصل إلى القرار. يعني الإجراء بحد ذاته هي مسألة يمكن أن نستخدم بها قاضي من مدرسة القضاء القديمة الموروثة، ولكن يمكن أن يكون أكاديميين بروفيسورية جامعة، يمكن أن يكون حقوقيين من المجتمع المدني، مناضلين، دائما يمكن أن يكون من الشعب ذاته. مطب التسييس يظل من أكبر المخاوف الحقيقة، ونحن نذكر دائما استقلال وضرورة وقدسية استقلال القضاء. على كل، سنعود إلى تقليب هذه الشؤون في ما تبقى من وقت. نمضي الآن مشاهدينا ومستمعينا لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة نقاشنا هذا. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون، ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية، لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile.
مرحبا بكم مجددا. وقبل أن نستأنف نقاشنا نستعيد معا مراحل من مسار محاكمة الرئيس السابق بن علي وأركان نظامه. بدأت محاكمة بن علي وزوجته غيابيا يوم 20 يونيو حزيران، وحكم عليهما بالسجن 35 عاما وبغرامة مالية بتهمة اختلاس أموال. عقدت جلسة ثانية لمحاكمة بن علي وحده في 4 يوليو تموز بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، وتم الحكم عليه بالسجن أيضا ل 15 عاما وبغرامة مالية. عقدت جلسة ثالثة لمحاكمة بن علي وابنته وصهره في 29 يوليو تموز، وحكم على بن علي غيابيا بالسجن 16 عاما وغرامة مالية إثر إدانته بقضايا فساد واختلاس. وفي يوم 30 يوليو تموز، سيدة العقربي رئيسة منظمة التنسير للأمهات والمقربة من بن علي وزوجته تغادر تونس إلى باريس، بعد أن أكد بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه بعد التثبت ماليا في وضعيتها لم يكن هناك أي قرار قضائي يعيق سفرها، وبالتالي سمح لها بالمغادرة. وفي 3 أغسطس تم الإفراج عن بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، الذي كان معتقلا بقضية مطعم اللج الفضي بجمرت. وصدر قرار الإفراج عن التكاري عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بعدما كان قد اعتقل في 11 يوليو تموز الماضي. وفي يوم 4 أغسطس أفرج عن عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق وأحد أهم أركان نظام بن علي والموقوف في قضايا متعلقة بفساد مالي بالوزارة وتمويل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. نستأنف نقاشنا هذا ونبدأ من القاهرة من مصر هذه المرة معك دكتور أيمن. مثل هذه الإفراجات المتتابعة التي استعرضنا، ألا تقدم رسائل خاطئة لجمهور المنتظرين للمحاسبة ولفتح باب العدالة الانتقالية من أوسع أبوابه في الحقيقة؟ لا أعتقد هذا إذا كنا نتحدث عن دولة القانون وسيادة القانون، وإذا كنا نتحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة. هذه الإفراجات تم أخطر وأكبر منها هنا في مصر بصدد الإفراج عن العديد من الضباط المتهمين بقتل الثوار في محافظة السويس، بعد اعتقال هؤلاء الضباط لفترة زادت عن 3 أشهر. وهذا الحكم أيضا أثار العديد من الغضب والحنق في الشارع والرأي العام المصري. ما أود أن أؤكد عليه أن القاضي حين يصدر حكمه فيجب عليه ألا يتأثر بمؤثرات سياسية أو إعلامية أو ما يقوله الشارع. القاضي يؤسس لكن عفوا هذه اسماء دكتور ايمن هذه اسماء معروفه في علاقتها بالنظام وهي من اهم اركانه، وهناك من يقول ان الادله لا تنقص في الحقيقه في تونس. اسال استاذ ناصر العويني من تونس، مبدا الايقاف التحفظي هو مبدا استثنائي وانت رجل قانون وتعرف ذلك اكثر مني، لماذا كل هذا الحنق وكل هذا الغضب؟ الادله غير موجوده والادانه لم تكتمل. في الحقيقة أريد أن أوضح، أولا أنا لا أتبنى نظرة تقنوية للقضاء. أعمال العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الاستثنائية، نحن لسنا مرحلة عادية، من معنى الحديث عن دولة قانون؟ هذه الدولة نحن الآن بصددها لا هي دولة قانون ولا هي دولة مؤسسات، نحن في وضعية انتقالية ونريد التوجه إلى دولة مؤسسات ودولة قانون حقيقية تضمن المواطنة وتضمن المحاكمات العادلة وغيرها من الحقوق. نعم. لا 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 نتحدث عن الإيقاف التحفظي والتمسك. نعم الإيقاف التحفظي هو إجراء استثنائي. نعم. فعلا هو إجراء استثنائي، أما بحق من؟ نحن ما لسنا بصدد مجرمين عاديين، نحن بصدد مجرمين انتهكوا القوانين لمدة تفوق العقدين من الزمن وارتكبوا سلسله من الجرائم المركبه. يعني قاضي التحقيق الذي افرج عنهم لم تصله هذه الادله؟ القاضي الهيئه القضائيه وهي دائره الاتهام التي افرجت عن هؤلاء كانت بتعليمات، افرج عن بشير التكاري بقرار سياسي، هذا قرار سياسي وليس قرار قضائي. القاضي الذي افرج على السيد بشير التكاري لم يفرج عنه لاعتبارات قضائيه بل لاعتبارات سياسيه، وهذا واضح. بشير التكاري يعني مفترض فيه منسوب له العديد من الجرائم، عشرات من الجرائم. هذا السيد سامحني يعني التحفظ على هؤلاء وعلى مجرمين النظام السابق
حتى ماديا لا ليس محتفظ بهم في السجون العاديه. لكن عفوا سيد ناصر، دعني اقاطعك هنا. قد يرسل بعض انه علي السرياطي مدير الامن ومحاميه موجود معنا لم يفرج عنه لانه ربما الملف مختلف او هناك ادله اخرى. لا سيدي، نحن انا اعتبر انه المنظومه القضائيه الحاليه تعتقل وتفرج بتعليمات سياسيه وباوامر سياسيه انتقائيه. علي السرياطي يعني لم يقف. نعم انتقائية، وهناك تصفية حسابات قديمة وراء هذه القرارات، لأنه على أي أساس هل هناك من هل هناك من أدلة وحجج ناصر تدعم هذا الكلام وهذا الرأي؟ والله هناك أدلة. نعم أنا أعطيك أدلة نفي للرأي الآخر. هناك العديد من الأشخاص المورطين في جرائم وفي نهب بالمال العام وفي الحصول على صفقات مشبوهة لم يقع حتى فتح بحث بشأنه، ولم يقع. لماذا يقع إيقاف عن السرياتي ولا يقع إيقاف ضابط أمن آخر؟ لماذا يقع إيقاف محمد علي الجنزوعي ولا يقع إيقاف حبيب عمار مثلا وزير داخلية سابق؟ لعله في هذه يعني النقطة نعم لعله في هذه النقطة الأستاذ عبادة معني مباشرة بالموضوع قد له ما يضيف في هذا الصدد. هل هناك من انتقائية ما سيد عبادة في الإفراج حتى الإفراج على ذمة التحقيق؟ أنا نحب قبل ما نجاوبك على الجواب هذايا نحب نحدد نقطة مبدئية. أنا أحيي الأستاذ الناصر على تحمسه لهذه المبادئ السامية اللي يعني بكلنا نتحمسوا لها، لكن من ناحية أخرى إذا كان باش نسمحوا لرواحنا اليوم باش نقولوا وانه هذا ما عندوش الحق باش يتسيب وهذا عنده الحق باش يتسيب، باش نحلوا الباب امام جميع من له راي باش يعطيه في العداله، وكل افراج سيناقش وكل ايقاف سيناقش. ما عادش القاضي ينجم يؤدي وظيفته. نرجع للي قالوا الناصر في الاول، هذا خيار عملناه راه مش عملناه احنا، فرض علينا الخيار يتمثل في مواصلة المنظومة القضائية، التعهد بالقضايا الجزائية والتعهد بالنسدومة. إذا كان هناك اقتراح ثاني يقبل باش يتغير فيه الإجراءات ويتغير فيه القانون الله يبارك. هل طلبت أنت إفراج عن موكلك عن علي السرياطي ورفض؟ لا 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 لا، الموضوع تون قلت لك عليه انت علي السرياطي اللي كان هذا هو الموضوع نقاش تون قلت لك عليه. على سبيل المثال ليس أكثر. يا سيدي الموضوع انت علي السرياطي أستاذ عبادة مازال قدام السيد قاضي التحقيق العسكري في غير هذه القضايا، في قضية تاع اعتداء على أمن الدولة الداخلي. انتهى البحث. لعل أستاذ ناصر لديه تعليق سريع بإيجاز ناصر. وقدم للسيد قاضي التحقيق. نعم بإيجاز. الموضوع مش في الإفراج على جنوبي أنا ولا في عدم الإفراج عليه وزارة ولا في إدانته ولا مش في إدانته. أستاذ عبادة لو سمحت لي كانت لا تسمع الصوت الآخر من تونس أمام القضاء اليوم. سيد عبادة لما نقبله قواعد اللعبة وندخلوا في اللعبة هذه بتاع القضاء وندافعوا على الناس هذوما أو نرفضوا هذا المبدأ، وفي هذه الحالة ما عادش عندنا خيار آخر. يبدو أنك لا تسمعني. الخيار المطروح ودت فقط قبول هذا الكافي من وقبول قواعد اللعبة. هل تسمعني؟ والدخول في مواجهة للدفاع على هؤلاء الناس أو رفض هذه المنظومة ورفض هذه اللعبة تماما والخروج منها. نعم والنضال بوسائل أخرى. هذا الخيار. الخيار اللي في رأيي أنا بصفتنا محامين والمحامي وظيفته وقدره هو الدفاع، ندخلوا في المنظومة هذه وندافع على الناس هذوما، سواء ندافع عليهم كمحامي دفاع أو ندافع على الضحايا كمحامي الضحية ونطالب بطلباتنا وبالإيقاف و إلى آخره. أما والحال هذه مش نقعدوا نضغطوا سواء كمجموعات سياسية أو كشارع أو كرأي عام، نضغطوا على قضاء هو اليوم حالته هشة حالته ضعيفة. نعم واضح. نزيد الضغط نتاع الشارع ونقوي الضغط نتاع المناضلين ما نعتقدش ولا لا أدري كنت تسمعني أستاذ عبادة. إذا كان ثم إنسان عمل معين هذايا لا سبيل إليه مش يتفصى من العقاب، لا سبيل إليه. جين بعد مصالحة العقاب توسع السيد هذايا
قام بعمل أجرم يخلص ما علينا ثم نتحدث فيما بعد. نعم يبدو أنه أستاذ عبادة لا يسمعني ريثما يتم ضبط المشكل الصوتي. سمعت منذ حين أستاذ ناصر لديك ما تضيف أو لديك من تعليق؟ بيان رسمي لديها فيما في خصوص هروب السيد العقربي من تونس، قالت بأنه صحيح هناك دعوة عمومية مقدمة ضدها، إلا أنه النيابة العمومية ونظرا لكثافة القضايا المنشورة أمامها لم تتوصل إلى إحالة القضية على الجهة القضائية المختصة أو إلى إحالة الدعوة. هذا يؤكد بأنه المنظومة القضائية التي نحن بصددها الآن والتحدث عنها أستاذ عبادة عاجزة على أداء دورها وواجبها تجاه هذه القضايا في هذا الظرف الثوري. يجب على القضاء أن يكون ثوريا في تعاطيه مع هذه الحالات، ثوريا مع ضمان حقوق المتهمين ومع ضمان شروط المحاكمة العادلة. يعني أنت من موقعك ناصر لك أن تؤكد لائحة التهم من 10 تهم التي ذكرتها في السياقات السابقة في الحقيقة ضد السيد العقربي من وزير المالية على ما أعتقد. نعم يمكن أن أقرأ عليكم يعني هذه التهم موجودة ولم يتم أخذها بعين الاعتبار وغادرت إلى باريس منذ 18 من يوليو، منذ 18 من جويليا. لكن هذا يتضارب مع بيان وزارة الداخلية بأنه بعد التثبت ليس هناك من أي داع وسبب يمنع سفرها. لا هناك لم يقع فتح قضية، هناك تقديم دعوة من طرف وزير المالية، وكيل الجمهورية في محكمة تونس، النيابة العمومية لم تفتح الدعوة، لم تنظر في لم تنظر في الشكاية مطلقا. يعني الآن واضح هذا للتجاسة ويؤكد أنه هاته الجيادة. نعم دعني أسأل سيد أو دكتور أيمن من مصر، الحديث ربما نظريا قد يبدو ورديا ورومانسيا وجميلا ودولة القانون والنصوص كلها جميلة، في الحقيقة ذكر لك أنه أثناء ثورات ناصر وأيضا أستاذ عبادة من تونس وحتى أستاذ أمجد أراه يومي وبالموافقة على أن الوضع مختلف واللحظة ثورية ومطلوب ربما تفعيل نصوص جديدة أو طرح نصوص جديدة وتغيير المنظومة الكاملة ربما. سيدي الفاضل في المرحلة الانتقالية لا تعني أنك في مرحلة انتقالية أو ثورية، لا يعني هذا الانتقام والتشفي والمحاكمات المتسرعة. هناك فارق جسيم جوهري ما بين المحاكمات السريعة وما بين المحاكمات المتسرعة. في مصر هنا كان يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة العدل في مصر أن ترضخ لطلبات الثوار بمحاكم استثنائية أو محاكم غدر أو محاكم عسكرية لمحاكمة مبارك ورؤوس النظام، ثم فيما بعد لن يكون هناك ثمة إرث لا قانوني ولا قضائي ولا أخلاقي ولا إنساني للمجتمع المصري فيما بعد، وسيدون التاريخ فيما بعد في مرحلة لاحقة أن مصر دولة الحضارة ودولة القضاء والقانون، لم تقم بإعمال النظم القانوني وضمانات العدالة للمتهمين حتى لمن أفسدوا كل الشعب المصري. ولدينا في القضاء المصري، لا يعني أن القضاء المصري ككل الأقضية العربية قضاء غير مستقل، ما في قضاء في العالم العربي مستقل، ولكن ماذا ستفعل؟ هناك العديد من القضاة الأشراف النبلاء غير الفاسدين الذين يمكنهم أن يطلعوا بمحاكمة مبارك ورؤوس النظام. ما فعلته مصر لمواكبة الفترة الثورية الانتقالية هو تفريغ دوائر قضائية جنائية بعينها لمحاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق. نعم لعل أيضا لعل عامل حضور لعل عامل حضور مبارك قد يخلق الفارق ايضا ويجعل من المحاكمه ويكسبها ألق اكبر في الحقيقه. اسالك يا استاذ امجد، يعني الوضع الانتقالي وكل هذا الالتباس الذي قد يحصل، اين يجب ربما ان بماذا يجب ان نبادر؟ اصلاح النصوص ام التعجيل ببدء محاكمه تطمئن الناس على الاقل، والا سيتعذر حتى العبور الى المصالحه او مشروع بناء ديمقراطي حقيقي. يعني لابد من الإقرار بأن الشارع العربي والشعب التونسي والشعب المصري على وجه التحديد يعني أرادوا أن يتأكدوا بأن هذه الثورة حقيقية وأن نتائج الثورة هي فعلا لم تخطف من قبل الثورة المضادة أو من قبل الأنظمة السابقة، ولذلك أصروا وبسرعة
أن يروا العدالة تتم وبشكل سريع. هذا من الناحية العاطفية أكثر منه من الناحية الصحيحة. هناك خيبة في تونس الآن كما يقول الخيبة في تونس على عدة يعني مستويات. أولا يعني أنا أقول الحمد لله أن تمت إدانة زين العابدين، صخر المطيري، نسرين زين العابدين وليلى زين العابدين ببعض القضايا بما مجموعه 50 سنة وغرامات ب100 مليون. هذه مسألة ليست لأن القضاء التونسي قضاء نزيه وقضاء ثوري وقضاء معاصر وإلى آخره، وهو مستقل وله استقلاليته. هذه أتت بالصدفة ولربما مدبرة لشيء للمستقبل لإعطاء الفرصة لزين العابدين عند قدوم إذا قدم إلى تونس أن يحاكم، وبشكل يكون التعاطف الشارع التونسي أو الشارع العربي أو تغيرات في الشارع العربي لمصلحته. هذا من ناحية. لكن أنا ما أراه في كلا الحالتين المصرية والتونسية أن النائب العام وكما سمى الأخ ناصر وكيل الجمهورية وكلاء الجمهورية والقائمين والمتحفظين على الشهادات والقرائن والوثائق على ما تم ارتكابه من جرائم بالعهد الماضي هم من يسيرون الأمور الآن. بمعنى أنك تذهب إلى القضاء وإن كان القضاء عادل فسيحكم لك، ولكن إن كانت الأدلة شحيحة وإن كان يعني متداخل بها أم القاضي يتعامل مع ملف بالنهاية إذا لم يشهد أدلة تماماً. وهذا ما يحصل بتونس، ما يحصل بتونس أن هناك من يسيطر على هذه القرائن والأدلة وبتحضير القضية، وهنا المشكلة بالتسريع في القضايا بدون ضرورة. فهم يسرعون في القضايا ويقدمون المحاكمة حتى تتم التبرئة السريعة، ومن ثم يتم فرار بعض الرموز أو إطلاق صراحة تماماً وإغلاق الملف، لأنه لا يجوز محاكمة الشخص مرتين. نعم. وبالتالي هناك عملية مدروسة يتم استخدامها بتونس، ولعله إلى حد ما أيضا بالحالة بحالة السويس الضباط في مصر. نعم، نعود إلى تونس. أسألك أستاذ ناصر من هناك، أنتم كمجموعة 25 محامي، هناك لجنة أعلن عنها أيضا في هيئة الإصلاح السياسي وتحقيق أهداف الثورة، هل من تنسيق محتمل؟ ما البدائل المطروحة الآن؟ والجميع بدأ يشكك، يعني نغمة التشكيك في تونس وحتى السخرية تسمعها بوضوح وبجلاء. فعليا لأنه الأمور واضحة ولا 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 يخفى أي شيء الآن في تونس. يعني كل ما يحدث حتى وراء الكواليس يتسرب، يقع تسريبه يعني بشكل فوري. بالنسبة لنا نحن، يعني نحن نكون ملفات ضد النظام السابق ورموز النظام السابق اعتمادا على حجج مادية، ونقدمها لدى الجهات القضائية لفتح تحقيق في شأن هذه الادعاءات. إلى جانب هذا، حينما لاحظنا صعوبة استجابة المنظومة القضائية لمستوى الشكايات التي نقدمها ضد مسؤولين النظام السابق السياسيين وغير السياسيين والمرتبطين بجرائم فساد مع نظام بن علي، تداولنا حول مشروع سميناه المجمع القضائي المتخصص. يعني هذه محكمة مستقلة على وزارة العدل وعلى الحكومة، لها ميزانيتها الخاصة، لها رئاستها، لها إدارتها، لها قلم الادعاء الخاص والمستقل، لها شرطتها القضائية الخاصة، لها قلم التحقيق الخاص، بمعزل على المنظومة القضائية القديمة ومتكونة من قضاة مستقلين ومتمرسين ويعني لهم خبرة في القضايا الشبيهة، ولها أيضا يعني احتياطي من الخبراء الفنيين ومن الخبرة الفنية التي تعتمدها في النظر في الشكايات والقضايا التي ستنشر أمامها، وذلك للتعجيل بالنظر، ولا تنظر في أي قضية أخرى. لا تنظر في أي ملف آخر ما عدا القضايا المتعلقة بجرائم وتجاوزات النظام السابق. تقريبا مشروع متكامل قدمناه إلى الحكومة منذ شهرين. هل تم رد؟ هل تم قبول به؟ لا، لم يقع الرد ولم يقع القبول. يعني هناك صدامة، لا نريد أن ندخل في القضاء الاستثنائي، وهناك محاولة لخلط المسائل. هذا ليس قضاء استثنائي، هذا قضاء متخصص، قضاء مستقل ومتخصص، وتراعى فيه كل شروط المحاكمة العادلة، وتحترم فيه حقوق الدفاع، وتضمن فيه وجوبية المحامي لكل من يعرض على هذا المجمع القضائي المتخصص.
على كل موضوع موضوع الضمانات ربما قد يطول فيه الحديث، ولمشكك أن يشكك في أنه في فترة استثنائية ربما كل الأجهزة والمؤسسات الاستثنائية قد ينظر أو ينظر إليها بعين الريبة. أسأل أستاذ عبادة الكافي من تونس سؤال تقني في الحقيقة، الإفراج ومغادرة البعض هل يعني غلق الملفات وانتهاء هذه القضايا المنظورة بمانك محامي؟ أبدا أبدا. هل وضحت أكثر؟ القاضي المتعهد، القاضي المتعهد، قاضي التحقيق له أن يصدر بطاقة إيداع، أي بسجن المتهم تحفظا وإبقائه على ذمته، وله أثناء البحث أن يفرج عنه بموجب طلب صادر سواء عن المتهم مباشرة أو عن محاميه. هذا الطلب قابل للاستئناف أمام دائرة الاتهام. طيب ماذا عن من غادر خارج بالقبول. البلاد مثل سيد العقربي وغيرها؟ هل انت سيد العقربي ما وقعش تتبعات ضدها اطلاقا؟ هل يمكن سيد العقربي لم تتحرك الدعوة العمومية اطلاقا في حقها؟ هل يمكن تحريك الدعوة؟ سيد العقربي كما قال لك الناصر، سيد العقربي كما قال لك الناصر توا، المرأة هذه تقدمت فيها شكاية من طرف وزارة المال، النيابة العمومية لم تتعهد اطلاقا بالدعوه الجزائيه ولم تحركها. يعني هناك من عطل خرجت المرأة. والله ما نعرف، انا ما عنديش جزئيات نتاع الموضوع هذا، لكن ربما وزاره العدل عندها المعطيات، ربما الناصر عنده المعطيات. اكيد ليست البيروقراطيه الاداريه هي ما عطل ربما وصول هذا الملف. ممكن، علاش لا؟ علاش نقراو ديما سوء النيه؟ ممكن البيروقراطيه الاداريه ممكن ياسر، اما بالله سامحني استسمحك تفضل فيما تبقى. موضوع هام ياسر اثاره ناصر توا بسرعه. النصر اثار موضوع هام وهام جدا، هو هالمنظومه الجديده، المنظومه القضائيه الجديده اللي باش تكون. راهو نحب نقول وان كل تشكيله استثنائيه تخرج عن القاعده وعن المنظومه القضائيه خطر، وخطر كبير جدا على الحريات، خاصه في هذه الظرفيه الاستثنائيه. لنرى ما وقع في فرنسا بعد احتلالها من طرف الألمان. نعم. السكسيون سبيسيال اللي تعملوا في فرنسا. القضاء الاستثنائي اللي تعمل في روسيا. القضاء الاستثنائي اللي تعمل في جميع أنحاء العالم. يوظف للقمع. لا يوظف للعدل. إذا كان كما قال ناصر ثم قضاة نزهاء وثم قضاة نظاف، علاش هذوما ما يقعدوش في المنظومه القضائيه وتكون بهم في وسط المنظومه القضائيه؟ واضح رايك استاذ عباده، الوقت يضغط في الحقيقه، وصلت هذه الفكره. يعني أنا حبيت نلفت النظر وانه خطر كبير ياسر اذا كان مش نتوجه نحو الاتجاه هذا. واضح الفكره، انت ترفض الاجهزه الاستثنائيه القضائيه اقصد. وددت فيما تبقى من الوقت ان اخذ انطباع كل من ضيوفنا هنا عن الرسائل التي توجهها مثل هذه المحاكمات ان كانت بالحضور او بالغياب لثورات لم تكتمل في اليمن، في سوريا، في أماكن أخرى في الحقيقة، ورؤساء قادمين على الطريق ربما. أبدأ معك دكتور أيمن في القاهرة. نعم، هذه المحاكمات ترسي وترسل برسائل ضرورة إقرار مبدأ المحاسبة والمكاشفة والمساءلة للأنظمة المستبدة السابقة، وستعطي رسالة تحذير وتعزير إلى كل رئيس أو طاغية عربي في المستقبل أن يراجع حساباته قبل وصوله إلى سدة الحكم. واضح. أستاذ ناصر في تونس، هل إن المواطن العربي سينظر الآن بشكل مختلف إلى رئيسه، والرئيس أيضا سينظر بشكل مختلف إلى الكرسي وإلى المواطن على حد السواء؟ لا سيدي، الرؤساء العرب والحكام العرب هذو مصابين بعماء السلطة، ولا ينظرون ولا يتصورون أنفسهم أنهم سيحكمون إلى أن يسقطوا. يعني هذا لا حسني مبارك ولا كسرت هذه القاعدة. لا، هذا في ذهنية الحاكم العربي، لم تكسر في ذهنية الحاكم العربي. بالنسبة لأي حاكم عربي حالي في صدد ثورة يعتبر أن هؤلاء أغبياء، يعني فشلوا في المداومة في السلطة. بالنسبة للمواطن العربي ينظر إلى الثورة أكثر من أنه ينظر إلى القضاء. ماذا عن الرسائل إلى سوريا واليمن وليبيا؟ هناك رسائل كبرى، وهي رسائل إسقاط هذه الأنظمة. هذه الثورات لم تكتمل بعد وستكتمل، ستواصل مهامها. نعم. ما دام هناك حس نقدي عند جزء كبير من النخب التونسية. شكرا لك أستاذ عبادة الكافي من تونس. أيضا هذه الرسائل هل ستصل بالفعل بالرغم من عدم اكتمال ثورات أخرى في العالم العربي بسبب هذه المحاكمات أقصد؟
في اعتقادي وصلت. هذا جدار تحطم بموجب هذه المحاكمات. نعم. ولو أنه مازالوا يتشبثوا بالسلطة الحكام العرب، وأن ولو أنه الكرسي مازال يغريهم، إلا أنه مش يقراوا حسابهم. هو الكرسي مغري دائما حتى في منصب مدير أو مدير عام. لا نصل إلى الرؤساء حتى نكون أمينين في الحقيقة ونختم بهذا. أختم معك أستاذ أمجد السلفيدي في الأستوديو، الرسائل تصل كما اتفق الجميع تقريبا، هل من رسائل أخرى توجه إلى الأجيال التي ستعيش ما بعد الثورات أو هذا الربيع العربي؟ لا أعتقد هذه الرسالة سينقلوها إلى الأحفاد الشعب العربي اليوم. أولا رسالة للشعب ورسالة إلى الزعماء، الشعب أنه نهاية كل مستبد وفاسد وخائن، لأن الثورات لم تكن ضد من أيد أمريكا وإسرائيل فقط، لكن ضد المستبد كما نرى بسوريا. نعم. أوكي؟ أن نهايتهم هي أنهم سيحاكمون ويذلون، ولكن سيعطون الفرصة التي لم يعطوها لشعوبهم. هذا من ناحية. أما من ناحية للحكام فيجب أن يتذكروا أوكي بأن هناك شعب عربي حي سيحاسب وسيطالب وسيبقى بثورته وكفاحه. يعني إذا لم يتم استيعاب الدرس، محاكمة صدام بأيدي الأجنبي بأيدي وطنية، يمكن استيعاب الدرس؟ نستثني محاكمة صدام، هذه لم تكن عربية أبدا، ولكن أنا أريد أن أؤكد شيئا واحدا، أن هنا رسالة من تونس إلى المملكة العربية السعودية. حان الوقت بعد أن يعني وجدتم أن هذه الثورات أتت لتبقى، أن تسلم الشعب التونسي أمواله، وأن تسلم الرئيس المخلوع ليحاكم محاكمة عادلة على أيدي شعبه. هذه رسالة أخرى نامل أن تكون قد وصلت أيضا. بهذا نختم مشاهدينا ومستمعينا حلقتنا لليوم، نشكر في نهايتها ضيوفنا، وكان معنا في الاستوديو الأستاذ أمجد سلفيتي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبر الأقمار الصناعية رافقنا من تونس المحامي أستاذ ناصر العويني الناشط الحقوقي التونسي، وأيضا من تونس كان معنا من هناك أستاذ عبادة الكافي المحامي الذي مثل علي السرياتي مدير أمن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ومن القاهرة كان معنا أيضا الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي. تحية من فريق البرنامج ومني أنا مكي هلال، وإلى لقاء قادم مع أجندة مغاربية أخرى نفتحها معا. دمتم وإلى اللقاء.